نروح لخبر تاني، تأجيل محاكمة مرسي و28 آخرين في قضية اقتحام السجون لسماع شهادة مبارك. قررت محكمة جنايات القاهرة التي تعقد بمعهد أمناء الشرطة بالطورة برئاسة السيد المستشار محمد شيرين فهمي، قررت تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد لجلسة 2 ديسمبر القادم لسماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقد العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد بيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهم آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم. الجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.